اليوم سوف أشرح لكم أفضل برنامج لتشغيل أفلام تورنت بدون تحميل وبأعلى جودة ممكنة وبسرعة كبيرة جدا. تابعوا معي الشرح. نفتح المتصفح وندخل إلى موقع webtorrent.eu. البرنامج متوافق مع عدة أنظمة ماك والويندوز وأيضا نظام لينكس. اضغط هنا لتحميل البرنامج. هنا قم باختيار نظام تشغيلك. أنا سوف أختار نسخة الماك. جاري تحميل البرنامج. بعد اكتمال التحميل اضغط مرتين لفتح ملف تنصيب البرنامج. الآن قم بسحب أيقونة البرنامج إلى مجلد البرامج. الآن أغلق مجلد تنصيب البرنامج. سوف أجرب الآن تحميل ملف تورنت لكي أجرب به البرنامج. اضغط هنا لتحميل ملف تورنت. اضغط مرتين لتشغيل ملف تورنت. الآن جاري تحميل ملف تورنت. ننتظر إلى أن يتم التحميل حوالي 5% ونشغل الفيلم. اضغط بلاي. هنا البرنامج يطلب منا تشغيل ملف على الـ VLC. نضغط هنا للتشغيل. كما تشاهدون تم تشغيل الفيلم بشكل جيد. من هنا يمكنكم تغيير مكان حفظ الملف. يمكنكم تشغيل الفيلم من هنا بأي برنامج تريدون. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. إذا كانت عندكم أي أسئلة أرجو أن ترسلها لي وسوف أجيبكم. وإذا أعجبك الفيديو أرجو الضغط على زر إعجاب والمشاركة معنا في القناة ليصلك كل جديد. وشكرا لكم للمشاهدة.